على بكم في الفيديو هذه نشوفوا كيفاش ننستالو الاوبن ميتينغ في جي ان اس 3. هذاك علاش باش نحلو جي ان اس 3. باش نسموها باش نسمو البروجي نتاعنا اوبن ميتينغ لي روتور. ما عندناش حتى روتور، دونك باش نجيبو ندخلو ايديت بريفيرونس، نمشي الراوتر، نعملو نيو براوزر، نمشي براوز، نمشي البيرو، عندنا دوسيي مسميه جي ان اس، باش نخدمو بالروتور هذا سي 3725. نيكست نيكست، باش نزيدو شوية في الرام 256. نيكست سلوت، نزيدو سلوتات، باش نخدمولو واحدة فينش ابليكي. باش نمشيو نزيدو لي ماشين فيرتيال نتاعنا تاع جي ان اس 3. نحنا حاشتنا بلوك ميتينغ تاع جي ان اس 3، وحاشتنا دو كليون، لي كليون 1 تاع جي ان اس 3 و كليون 2. كليون 2 جي ان اس 3 فينش ابليكي اوكي. بيه في لو روتور ديجا ولا عندنا هذا، باش نحطو دو روتور، روتور 1 نجيبو روتور 2 اوكي. من بعد نحط السويتشر بتاعنا، السويتشر لهنا، السويتشر اخر، باش نزيدو ان كلاود باش نربطوها بالفيرتيكال بوكس تاعنا. بيه اوسي بيان باش نمشي لي ماشين، حاجتي السيرفر نتاعي يكون هنا، كليون 1 لهنا، كليون 2 لهنا. نجمو نبدلو لي سامبول، شونجي سامبول، باش نحطو السيرفر ديجا تك. تو نبدا نربط باش تكون هادي لهنا، اوتوريزي لاكسي كيف كيف، اوتوريزي لاكسي وهذه مربوطة، هذه مربوطة هنا، وهذه مربوطة هنا. في السيريال مش نربط سيريال هذا، السيريال هذا في الكلاود، الكلاود نكليك عليها بوتون دروا كونفيغوري كلاود، في البلاست هذه الريزو مش نحطها ريزو انست اونلي، نعمل اد تزيد الكارت ريزو، نمشي نبدل لها اسمها باش نفسخو لها اسمها جملة، ونجي نربط تك. باش تبان لي لي زانترفاس نتاعي، نجي نكليك على هذه، يطلعوا لي لي زانترفاس نتاع الكتيبة هذه. نستوي الخدمة شوي، بعد جي نكتب لي زادريس نتاع الشوا نتاعي، هذه باش نعطيها لادريس تاع الباسريل، ديجا هي الباسريل نتاعنا تاع الأوست أنلي. لهنا باش نعطيها 10.10.10.254. لهنا باش نعطيها 10.0.0.1.
Medic 10.0.0.2. Partage choix. الانترفاس هذه شاطين 192.168.0.52 الماكينة هذه 192.168.0.10 كيف كيف 192.168.10.245 و 192.168 point 10 point 10 وهذي 192 192 point 10 point ب لهنا تو حضرنا لي زانترفاس نتاعنا باش نمشيو تو نكونفيغورو لي روتور. نجي لهنا نعمل له ستارت نخدم الروتور نمشي للكونسول خليه يتحل في عقله نبدا نكونفيغوري ان شاء الله كونف تي باش ندخل كونفيغور دو تيرمينال الانترفاس هذي انت 0 سلاش 1 اف 0 سلاش 1 اي بي ادرس باش نعطي 10.10.10.245 IP address معاه الماسك بتبيع 255.255.255.0 نو شت داون اكزيت تعدل الانترفاس الاخر انت اف 0 سلاش 0 اي بي ادرس 192.168 point 0.245 هيك 255.255.255.0 نو شت داون كالعادة اكزيت نتعدل الانترفاس الاخر انت اس او 0 سلاش 0 هذاك IP address تعطي 10.0.0.1 255.255.255.245 وعلاش خاطر سلاش 30 مش تحق كان دو انترفاس لا سامح IP address 252 252 نو شت داون ونعمل exit exit تو مش نسجل الكونفيغوراسيون الكل مش نعمل كوبي رانينغ كونفيغ ستارت اب كونفيغ اونتري تسجل البولد نتاعي نحب نشوف لي زانترفاس تاعي تخدم ولا لا شو اي بي انترفيس بريف معاكم لي زانترفاس تاعي يخدموا اب 3 باه باش نعاود خاطر هاني نشوف فيها داون انت اس 0 سلاش 0 اي بي ادرس 10.0.0.1 كملنا الروتور هذا نتعاد الروتور الاخر نجي نكليك عليه نعمل له ستارت ونرجع لهنا الكونسول نتاعي نعاود نفس الخدمة أما بلي زادريس جدد هذا
confday int s0 slash 0 ep address is.0.0.2 255 255 253 552 now shutdown exit int f0 slash 0 ep address 192 168.10.254 le masque inter à 255 255 255.0 now shutdown exit copy running config startup config show ep interface brief déjà il retombe réglé normal b تاو مش نحلو الماكينة بالكعبة مش نحل هذه مش سكرها مش نحل نجي نكليك لهنا مش وقع ان بيتي رار نكليك عليها مرتين ونكليك هكا ونعمل ستارت فما ايرور دونك نجي نعمل كونفيكوري نمشي لكليون جي ان اس 3 في نتورك نعمل ابلو مش نقولو تخلي جي ان اس 3 يتحكم في الريزو نتاعو كيف كيف الهادي نكليك عليها نجي للنتورك نقول له خليه يتحكم فيها انت نجي لهذه نقول له كونفيكوريها نتورك تحكم فيها انت كي نكليكي تو عليها الماكينة شوف الشيوخة باش تحل الماكينة الموجودة في وسط الفيرتوال بوكس شوف لهنا كيفاش تحرك الفيرتوال بوكس باش تحل وحده باش نجو نفيكسو له الادريس هذي هاو ديجا بدا يتحل نستنوا يتحل ونعملوا له الكونفيجوراسيون تاعو من بعد ما تحل ويندوز نجو لهنا اوفر دو سنتر تاع الريزو بروبريتي ندخل لي بي في كات نبدل بالادريس نتاع اللي عطيناه له في جي ان اس 3 192.168.0.10 192.168.0.10 الباسريل نتاعو باش نعطوه 192.168.0.245 هذاك نخليهم لو ميساج اوكي فيرمي باش نمشي نسكروها تو تعاودو نحلو الماكينة الأخرى نجي لهنا أريد من بعد نجي لهذي نعمل لها ستارت تبدأ تحل نورمال جدا يتحل ويندوز الثاني نهبط نمشي للسنتر دو ريزو بارتاج الكارت ريزو نتاعنا نمشي بروبريتي نختار لي بي في 4 فيرسيون تاع البروتوكول نتاعنا نحطو الادريس الموجودة في جي ان اس 3 اللي هي 192.168.10.10 192.168.10.10 والباس ريل بار ديفو هي 192.168.10.254 اوكي نتعدو للسيرفر نتاعنا ابليكو اريتي
عدل السيرفر بتاعنا، نكليك عليه بالدروع ونقول له ستارت. هي بتاعت حال به. من بعد ما تعدي السيرفر ندخل الترمينال بتاعنا، كونكت تو كوم روت، نحط المود باس، ندخلو الفيشي تحت لو تي سي نتورك، انترفيس، نجي لهنا نفسخ هذا ما نستحقهمش، نكتب باش نزيدها هذه، مش نبدلو لها الادريس نتاعها، تولي 192.168.10.20. اش مازلت ناقصه؟ زلت ناقصه الجيتوي نتاعها 192.168.10.245 كيما خدمنا نتاع الويندوز. كنترول اكس باش نسجل وي نسكر انت نزيد. لهنا نكونو كملنا خدمتنا، الارشيف كتير نتاعنا حاضرة باللي زادريس نتاعها، جوست كان تيست مش نكلمو هذا من بعضها. هذا يستحق ان بوكو دو رام، انا في البي سي هذا ما عنديش برشا رام، دونك ان شاء الله نجربوها في بي سي اخر. ميرسي بور فوتر اتونسيون.